في البارسا. اوه لا لانه من يتحدث عن الريال الكره خطيره. كره رائعه جدا من لو. ميسي امام كيلور ناباس. ميسي والكره الداخله وبين احضان ناباس. فيرتو رونالدو مازال دائما تحت الصافرات مثل ما يصفر على ميسي في الصموس مع مارسيلو. راح رونالدو ماهوش متسلل رونالدو. كانت هناك وضعية تطلبها جاريث بيل يفضل رونالدو. رونالدو ولوكا مودريت في القائمة الثانية. رونالدو راح جاريث بيل دخل جاريث بيل. كنت أعتقد بأنها اتفتحت وضعية تسلل هنا وضعية تسلل. سيرجي دخل روبرتو مازال. سيرجي روبرتو بابا بابا جول 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 جول. لعبة ثلاثية من الأربعة ما يكون. سيرجي روبرتو من كاتالونيا يبعث الكرة للأوروغواي. من هنالك للويس سواريز القناص. لويس سواريز الخداع. لويس سواريز الماكر. جول أول لبرشلونة عند الدقيقة العاشرة من انطلاقة المباراة. إنه الهدف الرابع والعشرين للويس سواريز مع برشلونة. جول يا له من جول. روبرتو كوتينيو يرجع لسيرجي. سواريز جوردي ألبا طلبها كوتينيو. هدف التعديل للريال. البلدوزر رونالدو هو الذي عدل النتيجة للريال. نعم رونالدو القاتل هو الذي يعدل النتيجة عند الدقيقة 15 مسجلا هدف 25. هدف ثمين لريال مدريد وهدف التعديل في ظروف صعبة مر بها الريال. لعبة رائعة من توني كروس في اتجاه رونالدو. من رونالدو لتوني كروس. من توني كروس لبنزيما. من بنزيما لرونالدو. ليو ميسي مع راكيتيتش. هيلو بابا بابا بابا. يو 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 بالمليمتر حطها ليو في مارسيلو. اولالا سنتي ناتشو من هنالك على الجهة اليمنى. ناتشو ورونالدو. اولالا بنزيما مازال يرجع لتوني كروس. بين الفريقين. اوه بابا بابا بابا. اولالا رونالدو وجه لوجه يضيع كرة جول ثاني للريال. مازال توني كروس رونالدو. جوردي ألبا يلعب مع إنيستا. ميسي جوردي ألبا. جاريث بيل تلعب مع إنيستا. من هنالك رجعت مرة ثانية لكوتينيو. توصلت لناتشو أطلبها من هنالك. ناتشو لوكا. دخل مارسيلو. مارسيلو يوي يوي. رونالدو وبعيدة كتير. بوسكيتس. بوسكيتس ميسي محاصر. توصل لإنيستا من هنالك. يا جاريث بيل هذه المخالفة صعبة. أمتيتي متسلل. أمتيتي متسلل. متسلل يا أمتيتي متسلل. سيد نفسك يا صامويل يا أمتيتي. مارسيلو وسيرجي روبرتو. مارسيلو بعيدة. رونالدو دفاع البارسا يتفرج والريال تستمتع وتمتع. رونالدو رائع. ريال مدريد وكأنه يلعب في حظيرته في هذه اللحظات. استلمها يرجع لإنيستا. إنيستا جوردي ألبا طلبها الجهة اليسرى منها من جاريث بيل. بنزيما. فرصة رابعة هائلة من كيلور نافاس. وصلت لكوتينيو. توصل الكرة لسواريز. يرجع لكوتينيو. وضعية تسلل. يقول حكم المباراة لا يا سواريز. لا يا سواريز. لا يا سواريز. لا يا راموس. لا يا سواريز. الدقيقتان الأخيرتان من عمر الشوط الأول. طبعا ولو أنه هذه نكهة تاع الكلاسيكو. هذه النكهة تاع الدربيات. هذه النكهة تاع المباريات الكبيرة. من لقاء الريال مع البارسا. هذا أولولو. ميسي بدوره يتلقى البطاقة الصفراء. هي العاشرة لليو ميسي أمام الريال في الكلاسيكو وهي الثالثة له هذا الموسم. الساري هل سيندم ريال مدريد على تضييع كل هذه الكرات؟ وهي مرة أخرى خطأ آخر. أكيد ستكون هناك بطاقة حمراء. البطاقة يخرجها حكم المباراة في وجه سيرجي روبرتو هي الحمراء. هل يزلزل رونالدو الكامب نو؟ برشلونة يلعب بتير شتيغن وانطلاقة خطيرة. مارسيلو
ضربة مرمى يقول حكم المباراة لاعب بعشر لاعبين. راكيتيتش انطلق عنده الكرة الآن. راكيتيتش والحكم يقول بنزيما ومارسيلو. مارسيلو أرضية ترجع له يوصل على سواريز. إنييستا استلمها ليو ميسي. دارت بيل أسينسيو با 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 يوصل سواريز يلعب على لا 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 با 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 جول ولكن ميسي يسوى 10. هل أخطأ سواريز أم لا؟ الحكم قال لا. ميسي استلم، ميسي دخل، ميسي راوغ، ميسي سدد، ميسي سجل، ميسي منح الفوز. ليو 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 سواريز با 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 وضع يتسلل، وضع يتسلل، رفع الرأي الحكم. لا غبار على تتويجها بلقب الدوري. بنزيما يلعب لناتشو وريز راح سيميدو ترجع له با 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 يوي استدم القطار. باولينيو بكيلور نافاس. بنزيما دخل، بنزيما راح، بنزيما مارسيلو ومارسيلو راكيتيت بوسكيتس. بوسكيتس ليو 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 يوي تقدم ميسي 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 ضد بنزيما مازال يوصلها لجارد بيل. لا يقول حكم المباراة. ملايين المشاهدين في أكثر من 140 دولة طبعا من بينهم بنزيما مع جارد بيل. التوزيع القائمة الثانية أسينسيو وسيميدو مارسيل ليو 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 با 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 ضيعتها ليو. ليلة رعب كانت. كيلور نافاس راكيتيتش وسواريز دمياس هنا معنا يتابعون معنا هذا النقل. ليو ميسي وبابا جول. جارد بيل يباغتني ويباغت البارسا ويباغت مارك أندري تير شتيغن ويسجل جول. هدف مباغت ورائع يا جارد بيل فعلها الويلزي وسجل جول. جول 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 لجارد بيل الذي يسجل الهدف الثاني. لوكاس فاسكيز دخل فاسكيز وبا با 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 الحكم ماذا قال؟ ولا شيء يا مارسيلو. الحكم أليخاندرو هرنانديز يقول ليس هناك ضربة جزاء أم لا، فما بالك بيحكم حق يا جارد بيل. يا جارد بيل ومبيه تموقعه وتمركزه، مساندته أيضا لحامل الكرة، مساندته كمدريش. توني كروس مازال تمريرة ممتازة في اتجاه لوكاس. زالو كريم يلعب مع لوكا. لوكا وصل عليه لوكاس فاسكيس. لوكاس فاسكيس والكرة تلعب ركنية مع لوكاس. لوكا مدريش مارسيلو بيمنى يغير تماما للوكاس فاسكيس والتصيدة الجهة اليمنى ليو 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 با 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 رائعة. هاي واحدة تيجي لعبة بينية مع ليو في الزاوية المغلقة ضربها ليو وبالرجل اليمنى ضربها ليو وكاد راكيتيتش في تنفيذ الركنية من هنالك البعيدة بالراس. بنزيما يرجع لمارسيلو. هاي كرة جول لوكاس فاسكيز. ركنية أسينسيو. الريال يريد أن يسلق لقاط المباراة وفي